بكر مدير مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية. أستاذة إيمان مساء الخير. مساء الخير على حضرتك أستاذة دينا. أهلا بيكي. أهلا يعني بحضرتك. عايزين نعرف الناس تلبس تقيل ولا نخفف؟ التغيرات الجوية هل في أسباب؟ هل دي موجة بس حارة وهتعدي وهيرجع الجو ربيع مرة تانية ولا إيه؟ احنا طبعا حاليا في النصف الثاني من فصل الربيع، وفصل الربيع دايما بيكون فصل تقلبات جويه، فاحيانا بيكون في بعض ايام بيكون فيها انخفاض في الحراره وايام بيكون فيها ارتفاع في الحراره. النصف الاول من الربيع دايما بيكون قريب من الشتاء، بنشوف فيه مطر، احيانا بنشوف فيه اتربه، بنشوف فيه انخفاضات في الحراره، لكن النصف الثاني من الربيع اللي احنا بدأناه فعليا بتبدا درجات الحراره تستقر نسبيا وترتفع تدريجيا، لان بنكون خلاص داخلين على فصل الصيف. طبعا صحيح. فبدات درجات الحرارة فعلا ترتفع في ساعات النهار، فعلا بدأنا نشوف معظم الأيام أيام حارة، درجات الحرارة بتتجاوز ال 30 درجة، يمكن عندنا ارتفاع طفيف في الحرارة الأيام القادمة توصل 34 درجة على القاهرة يوم الثلاث والأربع، وتوصل على الجنوب ل 39 درجة، وتعود مرة أخرى نهاية الأسبوع ما بين 29 و30 درجة. فالأجواء أثناء النهار نقدر نقول الأجواء فعلا أصبحت حارة، وخصوصا مع استطاع أشعة الشمس فترات طويلة من اليوم، فالجو فعلا حر، فنقدر طبعا إن احنا نلبس الملابس الصيفية مفيش أي مشاكل. فترة الليل بتكون شوية مختلفة، يعني اول الليل بيكون الجو لطيف ونقدر نلبس برضه ملابس صيفيه مفيش مشاكل، لكن ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر احيانا بيكون في نسبه بروده في الاجواء، فممكن يبقى معانا جاكيت خفيف احتياطي لو احنا خارجين بالليل متاخر قوي او الصبح بدري بشكل كبير، وخصوصا الاطفال او كبار السن. صح. لكن يعني قدامنا اسبوعين وتبدا تستقر تماما الاحوال الجويه ان شاء الله. دلوقتي بقى يعني احنا الفترة اللي فاتت كان بيبقى الصباح دايما بيبقى حر، وبالليل بتوصل درجات الحرارة ل 15 و14، فهل الفترة اللي جاية برضو فترة الليل هتبقى درجات الحرارة منخفضة زي الفترة اللي فاتت، ولا خلاص هتبقى مستمرة الفروق ما بين الصبح وبالليل مش كبيرة قوي كده؟ لا، هو درجات الحراره بالليل ارتفعت شويه، يعني بقت توصل ل 19 و20 درجه، فبدا يكون في فرق، لكن ما زال ممكن نشعر بلمسات برد خفيفه في ساعات الليل المتاخره، لكن الاجواء استقرت بشكل كبير جدا واعتدلت بشكل كبير جدا في ساعات الليل. لسه طبعا في فرق ما بين الليل والنهار، يعني لو النهار بيسجل 30 او 34 درجه وبالليل بتسجل 19 او 20 درجه، فما زال في فرق اكثر من 10 درجات، لكن الاجواء تعتبر مستقره بشكل كبير. ممكن يبقى معانا بس جاكيت خفيف اثناء الليل لو احنا خارجين متاخر قوي، لكن في اول الليل الجو بيكون لطيف جدا ونقدر نستمتع بيه مفيش اي مشاكل. الفتره برضو اللي فاتت اسمحي لي كان في حاجات غريبه، يعني في عز الحر كان في مطر. هل ده كان له سبب معين؟ هل ده برضو الربيع ممكن يحصل فيه التغيرات دي؟ هو طبعا الربيع هو فصل تقلبات جويه، ففعلا حصل فيه امطار اكثر من مره، يمكن اخرها كان يوم الخميس الماضي كان فيه امطار على اسكندريه وعلى البحيره وكفر الشيخ، وكانت امطار تعتبر متوسطه الشده، يمكن في بعض مناطق في القاهره شهدت امطار خفيفه جدا يوم الخميس الماضي، لكن كلها كانت امطار خفيفه وكان متوقعه طبعا من الهيئه الحمد لله. طبعا التقلبات دي اثناء الربيع وارده جدا ان هي بتحصل، واحيانا الاتربه اللي بتكون موجوده في الجو خصوصا مع رياح الخمسين اللي دايما هي السبب في المطر، او ساعتها بنتمنى ان الدنيا تمطر. ده حقيقي فعلا. يمكن السنه دي احنا ما شفناش رياح حماسين حتى الان بشكل قوي، وارد طبعا ان هي تحصل حتى نهايه الربيع، لكن حتى الان يعني هذا الاسبوع ما فيش اي اتربه مطره ان شاء الله. جميل. او اي امطار متوقعه باذن الله حتى نهايه الاسبوع. الحمد لله. كل سنه وانت طيبه استاذه ايمان، وكل المشاهدين طبعا طيبين. الانتقال ما بين الفصول ده يعني هو ده السبب، فاللي عندهم دايما مناعتهم مش قوية قوي بيبقى عندهم أدوار برد وبيبقوا قلقانين على نفسهم في ظل انتشار الفيروسات في العالم كله. أنا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى السلامة لكل الناس. خلاص الجو بقى حر، وبس كل اللي علينا أننا ناخد جاكيت خفيف لبالليل احتياطي للي بيتأخر بره المنزل أو بينزل بدري قوي في الفجر. طبعا بيبقى فيه لسعة برد كده بتبقى لطيفة بس بتعيي برضو لو مش واخدين بالنا. بشكرك، وبعد الفاصل بقى